أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. محامي الاتحاد المثير عادل جمجوم يجيب على جميع التساؤلات، وكرة يكشف تفاصيل 14 شهرا من العمل الإداري في الاتحاد. ماذا حدث في 11 سبتمبر بين الاتحاد وقضايا الاحتراف؟ وجمجوم يكشف أقدم وأصعب القضايا الاتحادية. يناير القادم ماذا يحمل من أحداث للعميل؟ وجمجوم يبين أفضل الأساليب للتعامل مع الإعلام. الهلال بثلاثية الفيصلي يواصل التمسك بالصدارة، والنصر يضرب النهضة بأربعة ويواصل تقديم النتائج الإيجابية. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. اسمحوا لي في بداية الحلقة نرحب بضيفنا معنا في الاستوديو الأستاذ عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور أخوي تركي ومشاهدينا الكرام، وشكرا على الدعوة الكريمة اللي دعتنا هي. أهلا وسهلا. أبو سارية ولا أبو غرام نقول لك اليوم؟ أبو سارية أبو غرام كلهم أولادي، البنت غرام والولد سارية. الله يخلي لك يا رب. الله يمين. على سارية الجبل اسم. نعم. سارية. نعم. ابنك الله يخلي لك يا. طيب اليوم خلينا يعني نحدد توجهنا في الحوار اليوم. عادل جمجوم يمثل فقط عادل جمجوم، ولا عادل جمجوم اليوم هو ممثل الإدارة الاتحادية؟ يعني اللي حتقوله حينسحب على الإدارة الاتحادية ولا فقط عادل جمجوم؟ لا أنا أمثل، أنا جزء من عود من حزمة ومثل إدارة نادي الاتحاد في حلقة اليوم. نعم إن شاء الله. طيب عادل جمجوم، نقدمك اليوم ونعرفك للمشاهدين بالرجل القوي الحاكم بأمره داخل نادي الاتحاد، الذكي الذي خرج من المأزق وسجل اللاعبين والمحترفين سجلوا في مباراة الفتح، ولا نقدمك بالرجل المحظوظ اللي الله سترها معاه ومشيت معاه وعد الموضوع. نقدمك أنت تشوف نفسك فين أكثر، المحظوظ اللي الله سترها معاه ولا القوي الذكي اللي عرف يخرج من هذه المشكلة؟ لا أنا أشوف نفسي أنه أحد الأقوياء الأذكياء اللي قد يخرجوا من الموقف والصعوبات والمشاكل اللي تمر من نادي الاتحاد، أحد ال 12 شخص اللي بنقود دفة نادي الاتحاد. يعني أنت قوي ذكي. مع قوي بصحبتي بمجلسي قوي. يعني لو كان في أحد غير عادل جمجوم وما عنده القوة والذكاء ما كان حيعدي، كان اليوم الاتحاد يلعب بدون محترفين. لا لا لا، في عادل جمجوم، في لؤي كزاز، في محمد فايز، في شادي زاهد، في أيمن الطويل، في تركي باديف، في عبد الله باخشف، في زمير باجنيت، في حسام مرزوقي، في بندر عبد العال. هذول هم الأقوياء الأذكياء. هذول هم الأقوياء الأذكياء. والبقية الضعفاء الأغبياء مثلاً. ما في مثلاً يعني. هذول اللي إحنا إن شاء الله بنمشي نادي. اللي برا هذول اللي برا الإدارة هم الضعفاء الغير أذكياء، خلينا نقول عشان تكون ألطف، ما بقول أغبياء، الغير أذكياء. لا لا بالعكس، احنا في ناس كثير من برا الاداره كانوا سند لينا واقوياء واذكياء، يمكن اقوى مننا واذكى مننا كمان، فاحنا بنمثلهم. احنا ناس بنمثل المجموعه دي، يعني ما احنا ناس جايين من كوكب اخر، احنا مشجعين جينا من المدرجات عشان نشوف مصلحه نادي الاتحاد. قديش لعب الحظ معك في الفتره هذه في 14 شهر؟ بنسبه كم لعب معك؟ مو الحظ، التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي ما تقول يعني الحنكة الإدارية في المجلس، الناس كلهم توقعوا الفشل بالنجاح، يعني الحمد لله خطواتنا ماشية ثابتة واثقين من الشيء اللي بنسويه، فالحمد لله، فما أعزو شيء، بالعكس أنا أشوف إنه إن شاء الله توفيق أبداً. إلا في حظ طبعاً. بنسبة كم طيب؟ كم تعتقد الحظ يعني ساعدكم؟ يعني 20% 25% مو أكثر من كذا، الباقي كله يعني دراية مستقبلية إن شاء الله بعون الله تعالى، وربنا وفقنا إنه الحمد لله كانت توقعاتنا صح الحمد لله. كم عديت لي واحد قبل شوي معك في الإدارة؟ 12 شخص. مش ما حد يعرف إلا عادل جمجوم. سبق وقالها أبو حامد، لأنه أنا رئيس لجنة كرة القدم وهي المادة الدسمة يعني في النادي. مو علشان أنت الأكثر ذكاء والأكثر قوة لا في الإدارة وقالوا والله هذا اللي يقدر يتحمل نصدر عادل جمجوم محامي ويعرف يتفاهم مع الناس؟
لا 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 بالعكس، يعني انا اشوف بالعكس، يعني لو انا كنت مثلا ماسك في اي ملف ثاني واحد ماسك الملف حق كره القدم حيكون كان هو حيكون حتطبق عليه نفس الصفات اللي انطبقت عليه. ليش علاقتك ابو ساريه يعني توصف دائما بانها غير جيده، وهذا الطف يعني مفرده ممكن اختارها، مع الناس خارج الاداره، يعني خلينا نقول مع اعضاء الشرف، مع الاعلاميين، مع حتى احيانا لاعبي الفريق، يصفون عادل جمجوم بانه شخص علاقته غير جيده مع الجميع؟ شوف الكلام ده هو مشكلتنا احنا من يقولون الكلام ده غير صحيح. بالعكس انا علاقتي جيده جدا مع اعضاء الشرف. يمكن بعض اعضاء الشرف ما نتوافق في الافكار، بس مو معناه انه يكون علاقتنا مو جيده مع بعض. باللاعبين ما اعتقد انه في لاعب واحد علاقتي معي جيده معه، الحمد لله كلنا نتعامل كلنا كاخوه. الاعلاميين انا عندي تحفظ عليهم لانهم يعني خرجوا عن دور الاعلاميين، صاروا دور المهاجمين بس، فهذا هو الفكره. وانا انسان صريح ومعرفة كيف مهاجمين، يعني ايش يقولون مثلا؟ يعني الكلام اللي بينقال في الجرائد وبيطلع في التلفزيون، هل تاخذ كلام صحيح وواقع اللي بيقول؟ كله مو صحيح؟ يعني كل اللي مثلا علاقتهم معك غير جيده هم تخلوا عن الموضوعيه في الاعلام وصاروا مهاجمين فقط؟ نعم. يعني يا اتفق معك انا يا ابو سالم، يا يسيرني مو اتفق معك، يعني انا يا اعلامي اتفق معك وما انتقدك، يا يعني انه انا اعتبر انه خرجت من الموضوعيه وهاجمك؟ لا هو انت اعلامي يا استاذ تركي، بتطبل ولا بتنتقد الشغل الاداره والصح بتقول صح والغلط بتقول غلط؟ هو علاقتي معك كويسه، يعني ما هي عمليه دا الاستاذ فواز الشريف صحفي ورئيس تحرير جريده كبيره وان شاء الله لها مستقبل باهر، علاقتي معك كويسه. بس هذه يعني ادارتكم هي اكثر اداره لم يتفق حولها الاعلام، خلينا نقول انجزت التسميه الاعلام الاتحادي، ما يحبونكم يا رجل. طبعا ما يحبون. ليش؟ لعدة أسباب. أول مرة تجيهم إدارة صريحة قوية. أول مرة تجيهم إدارة صريحة قوية. نعم. للإدارات من قبل الفترات، يعني إدارات كانت تسير بالإعلام. عشان كذا أنا قلت لك في البداية أبو ساري، قلت لك أنت الرجل القوي وغيرك هو الضعيف، قلت لي لا كلنا أقوياء، أعطتني جواب وأعطتني جواب دبلوماسي، الحين أنت قاعد تقول لي لم تأتي إدارة قوية. أيوه وصريحة. إدارة. يعني إدارة. قبل كم ضعفة؟ أنا من إدارة 11 شخص الإدارة، من لوحدي إدارة. إيه ما يخالف، يعني أقصد أنا قبل شوي حتى وضحت لك، قلت لك أنت ترى في نفسك وفي إدارتك الأقوى والادارات الاخرى والاخرين ضعفاء، قلت لي لا، الحين قاعد تقول لي لم يشاهد الاعلام اداره قويه مثلنا. انا ما قلت ضعفاء، الادارات اللي فاتت ادارات اقوياء، بس انا اقوى منهم شوي، بس مو انهم ضعفاء. شويه ولا كثير؟ يعني شويه، يمكن يعني احنا ما اتفقنا مع الاعلام، لانه احنا يعني اتفقنا بيننا وبين بعض ان احنا ما نسير. والشيء الصح نسويه. الاعلام الاتحادي يحب يسير النادي؟ وهذا الظاهر. نعم. نعم، يعني كلام هو يحب سير النادي، وشايف يوم ما يبغى يشيل مدرب يشيل مدرب، ما يبغى يشيل إدارة يشيل إدارة، يوم ما يبغى يعني. وللأسف الجمهور بيصدق الشائعات لسبب واحد، لأنه إحنا منعنا المعلومات، وأنا أفتخر بهذا الشيء في الإدارة حقتنا إنه منعنا المعلومات توصل للإعلام. منعنا المعلومات. نعم. وهذا سبب. نعم. نعم. يعني منعنا المعلومات. هذا شيء لأنه التسريب الوصول، يعني ما كان يدار في نادي الاتحاد اصبح غير وارد الان، مما تسبب لنا شويه عداء. طيب انا اليوم لو انا اعلامي اتحادي كلامك يصدمني، يعني تقول لي انه الاعلام الاتحادي يسير النادي، يعني وكانك انت يعني تعطي ظهرك لهذا الاعلام اللي كان طول عمره ماشي مع النادي وموازي للنادي في نقده وفي الثناء عليه، اليوم يطلع نائب رئيس نادي الاتحاد يقول لهم انا ادرت ظهري لهم وما عاد اقبل انهم يسيرون. لا مو ادرت ظهري، انا بسوي الشيء الصح. احنا كاداره كمجلس اداره نادي الاتحاد نسوي الشيء الصح. انا ما بقول كل الاعلام، في اعلاميين على عيني وراس انهم بيقولوا كلمه حق وبينتقدونها، يعني مو كل كتاباتهم. في اعلاميين انتقدوك واصحابك، يعني ترحب فيهم وتنادي كثير كثير جدا، وانا عمري ما منعت احد من النادي، عمرنا ادارتنا ما منعت اي بني ادم من النادي. هو بالنظام ما حد يقدر، بس انه تقدر يعني تخليهم يدخلون يطلعون ما ياخذون شيء، بس ما تقدر تمنع احد يدخل النادي. لا لا لا، يدخلوا النادي ويخشوا، بس هم رغبتهم اصبحوا مفضوحين امام الناس، يعني بس يعني هذه فكرتهم، او انهم ما بيجوا النادي، يعني تبغى تطلع خبر تعال النادي خذ الخبر، يعني وانا قاعد في البيت اطلع خبر الاتحاد صار الاتحاد سوى، يعني عمليه. شوف انا بقول لهم حاجه، يعني بقول حاجه واحده، ترى مهاجمه اداره نادي الاتحاد
معناها مهاجمة الكيان الاتحادي، لأنه الآن الإدارة هذه هي من تمثل نادي الاتحاد، فأي تطاول أو أي هجوم على الإدارة هذه معناها هجوم على كيان نادي الاتحاد. إي بس أنت الحين تحطني أنا مثلا، خليني أنا أقول لك شفها من كلامك في كل مرة أنت تعطيني جواب، أنت زي اللي قاعد يربط خلينا نقول نقد المنتخب بالوطني. لا يعني ما جينا ننتقد المنتخب أنت ما عندك وطنية، أنت تقول ينتقد إدارة الاتحاد هذا ينتقد الكيان ضد الكيان، مش صحيح. في فرق بين انتقاد وهجوم غير مبرر، في فرق كبير بين أن أنتقدك تصف نفسك أنك دبلوماسي، تشوف نفسك دبلوماسي في الحديث، ولا صريح وما تعرف تكون دبلوماسي؟ لا صريح، ما أعرف أكون دبلوماسي بصراحة أبدا، يعني بعض الأحيان، بس مع نادي الاتحاد صريح. ليش مبتعد عن تويتر لك 3 شهور؟ والله أنا بقرأ تويتر بس ما بتدخل، ما بتدخل. ليش؟ لما تكتب يقولوا سايب شغله وقاعد تكتب في التويتر، لو ما تتداخل يقولوا انت القطر. عبد الله البرقان، دكتور عبد الله البرقان يكتب ويشتغل، اكتب واشتغل. لا والله في احد قال لك فكنا من تغريداتك في تويتر؟ ايوه ليش؟ قالوا خلاص خليك في حالك، اجلس في حالك، لانه انت مو دبلوماسي. لانه انت قلت في يوم من الايام الباب يفوت جمل، نايف هزازي. لا انا ما قلت لنايف. بعدين جاك واحد قال لك يا ابو ساريه احنا ناقصين، يعني احنا قاعدين نسكر ابواب وانت تفتح ابواب، قفلنا تويتر. الكلام ده غير صحيح. اول انا ما قلت لنايف باب يفوت جمل، انا قلت احنا بنحط نظام انضباطيه جديده، واللي ما حيمشي على النظام والانضباطيه دي الباب يفوت جمل، والجميع اللاعبين وافقوا على هذا الكلام، لانهم هم في الاول هم اصل الالتزام، وهم من شجعني اني اقول الكلام ده. انت قلت مره لمشجع اتحادي اللي مو عاجبك روح شجع الاهلي؟ لا ما يعني هي تتفسر كده، بس هي ما قالت كده يعني. هو بيقارن بالنادي الاهلي وقاعد يقول للاهلي الاهلي، قلت له اذا عجبك خليه يروح شجع، بس يعني هذا اللي حصل. ليش كده طيب؟ يعني انفعلت شويه، تعرف انا مشكلتي مشجع يعني. عشان كده ما تحضر مباريات هذه طبعا، من بعد مباراه التعاون والغتره والعقال واليسار. ايوه طبعا، عشان كده طلب منك يا ابو ساريه سكرنا باب تويتر، انت ما تعرف تتعامل مع الناس. صح. وحتقفل الحساب ولا لا؟ لا في الحساب موجود، باغرد يعني الحمد لله. ايوه الحمد لله يعني على خفيف كده يعني، مره على خفيف. كيف يعني عاده بعض الناس في تويتر يسوون خلينا نقول استطلاع راي من خلال المنشن اذا راضين عليه حابينه، لما تفتح تويتر وتشوف المنشن يعني وانا راضي بصراحتك، تحس الناس جمهور الاتحاد حابينك ولا طفشانين ويقولون متى تترك النادي بصراحة؟ والله شوف بيجيني سب وبيجيني مدح، بس الغالبية والله مدح. والله مدح؟ والله العظيم مدح، لأنه شايفين قدامهم يعني، شايفين قدامهم ايش بيصير في النادي يعني. النادي الحمد لله إلى الأحسن إن شاء الله، وإلى الأحسن كل ما بيثبت إنه إن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح بعون الله تعالى. فأما القلة القليلة اللي بتهاجم يعني برضو أنا أعذرهم يعني، ماني زعلان منهم، بالعكس أنا أعذرهم، لأنهم من حرقة في النادي، يمكن فاهمين خطأ فاهمين شيء، بس من حرقة في النادي يعني، وفي الأخير اتحادية. طب هم زيك زيهم، ليش أنت يعني تهاجمهم قبل شوي وتقول أنهم يعني ما عندهم موضوعية، وأنت في تويتر متى عارف تكتب جملتين بهدوء؟ لا مو جملة يعني، في بعض التعليقات هي حقتي يعني، مو كل كتاباتي خطأ يعني، أنا يعني يمكن بين كل 20 تغريدة تجيك تغريدة كده شوية حادة. إيش أسوأ تغريدة يعني تمنيت إنه أنت في يدك التليفون كسرته يعني، إنه ولا طلعت هالتغريدة؟ والله زمان ما أفتكرها، بس زمان كنت دخلت تلاسنت مع واحد مشجعين أو غير مشجع ما أدري يعني، تلاسنت ووصلت الموضوع شوية كبر شوية. إيش صار؟ ها؟ إيش صار؟ يعني وصف غير لائق، فرديت عليه يعني برد غير لائق كمان. اوف بس فبعدها خلاص يعني. طيب يعني انت رجل قيادي المفروض تكون عندك يعني، انا مثلا اي جهه رسميه او فيها مسؤول دائما اشوف قدرته على التعامل مع الازمات والضغوط، واضح انه انت ما تقدر تتعامل. لا يعني هي التدرب يعني حبه حبه، شفت يعني هذا اخر بعد 13 شهر اهو بطلنا التويتر فمشت مضبوط يعني الحمد لله. غيرت فيك الاداره؟ غيرت في شخصيتك؟ ايوه كثير. ايش غيرت؟ غيرت انه يعني صرت شويه صارم كثير صريح كثير انفعل
هذه أكثر الأشياء اللي غيرت فيها. طيب خلينا نذكر لك بعض التغريدات. وأبغى أسمع، لأنه تعرف أنت فريق الإعداد هنا يبحث في كل شيء. نعم. الأعضاء الشرف بلا شرف، وإعلام الإعلام أذناب أو فلول. خلينا في إعلام أذناب أو فلول، من هم الأذناب في الإعلام وفلول لمين؟ طيب نبدأ بالأولى حقت أعضاء الشرف. لا خلينا أعضاء الشرف بلا شرف بنتكلم عليه، بس أبغى أعرف طيب. الإعلام هذولا من هم الأذناب اللي انت وصفتهم مع تحفظ كبير على الجمله، لكن تغريداتك على تويتر. وفلول، فلول لمن؟ لاي اداره، لاي عضو شرف، من تقصد؟ شوف، جمهور الاتحاد فيهم، وانا يكفيني انه فيهم واحد. ما فهم الا فيهم، ما حقدر سألت. يعني شوف، اسماء ما حقدر اقول اسماء يعني، بس هم معروفين يعني، معروفين اللي هم الاذناب، معروفين الاذناب والفلول ومعروفين. طب فلول لمين؟ خلاص نبغى نعرف فلول لمين. تبغى تمشي، هم في اذناب لناس، هذول الاذناب هذول الفلول حقهم. اي فلول لمين؟ ما نبغى نعرف الاسماء الاذناب او الفلول، بس هم فلول لمن؟ من اللي يحركهم؟ اللي يحركهم ايوه الناس ذولاك هم عارفين، جمهور الاتحاد عارفهم، ما حقدر اقول اسماء. بس شوف، انا الحين ما اطلع في البرنامج واقول الناس كلها عارفه الموضوع، عاده اقول الاسم يعني، خلاص لما الناس عارفين قلنا. يعني ترضاها انت مثلا، انت جمهور الاتحاد يعرف وباقي الوسط الرياضي كله ما يعرف؟ شو تركي، انا طالع ما ابغى احد يزعل مني بصراحه. لا تزعل احد، انت ما حقيقه بس. بس والله هم معروفين يعني، الاسماء اعذرني من الاسماء، لانه محامي انا طيب. اعتبر نوع من انواع التشهير دي، وانا ما ابغى اخش في تتراجع عن هذا التغريده ولا لازلت متمسك فيها؟ لا متمسك. اذناب وفلول؟ نعم متمسك فيها جدا جدا جدا. اعلاميين اتحاديين؟ نعم. انت اليوم مو قاعد تصلح شيء ترى، ها؟ انت اليوم يعني خلينا نفترض انه اذا كان هدفك مثلا والله تصلح بعض العلاقات مع احد، انت قاعد يعني تتكلم بصراحه وتخلي الامور تزود سوء. لا لا شوف، انا اليوم ظهوري ترى اكثر شيء عشان جماهير نادي الاتحاد. انا عشان جماهير نادي الاتحاد، انا ظهوري ده كله عشان جماهير، مو عشان تصلح علاقات مع اي احد ثاني. لا ما اصلح علاقات، انا ما سويت، ما غلطت على احد، اي احد انا هو قدام من برنامجك، اي احد انا غلطت عليه او تماديت عليه او اني اتهمته بشيء غير صحيح، انا اسف، ويجي يواجهني ويقول لي وانا اعتذر له. طيب من هم أعضاء الشرف اللي بلا شرف؟ أولا أنا ما قلت أعضاء الشرف بلا شرف. أنا كان في هاشتاج اسمه أعضاء شرف بلا شرف. أنا التغريدة حقتي كانت لو سمحتوا سموهم، أنا ما قلت إنه أعضاء شرف بلا شرف، وممكن ترجعوا للتغريدة وتشوفوها. أنا ما سميت أعضاء شرف بلا شرف، لا، فلا تأخذ عليه. كان في هاشتاج موجود أعضاء شرف بلا شرف. إيش اللي خليك في تويتر ما تمسك نفسك؟ الجمهور اللي في تويتر اللي يدخل عليك ويرفع ضغطك ويضغط عليك أكثر، ولا الظروف الاتحادية تخليك يمكن ما تعرف تتعامل؟ يمكن أنا ما أعرف إذا كنت يمكن في الشارع تسوي كذا مع الناس بسبب الضغوط. لا والله شوف، عشان أكون صريح يعني، التويتر أنا ما عرفته لما صرت نائب رئيس نادي الاتحاد، عشان أكون صادق معك. وكانت شيء جديد يعني بالنسبة لي، وتعرف تجيك التفاعلات وتتكلم وتنسى إنه الناس بيشوفوا إيش بتكتب يعني. يعني تنسى ده الشيء، فلقيت العملية ما ينفع يعني، أبدا ما ينفع. طيب أنت تقول إدارتنا علاقتها مع الإعلام سيئة لأنها منعت المعلومات، مع أنه الحقيقة تقول أنه أكبر كمية تسريب وثائق وأوراق وأخبار كان في عهد إدارتكم. شوف، أنا أتحدى إذا ورقة واحدة خرجت من نادي الاتحاد، وتحدى إذا الأخبار والمعلومات اللي خرجت من نادي الاتحاد 99% منها كلها خاطئة، كلها خاطئة، ما في معلومة، ما تشوف منشتات وتشوف كله غلط، كل معلومات غلط، كلها الهدف منها إثارة الفتنة ويعني والبلبلة في نادي الاتحاد. وعشان هدف الإدارة؟ ما يحبوا الاتحاد؟ ما يحبوا الإدارة عشانها صادقة وتشتغل صح بس. يعني أي اتحاد لما يشوف إدارة صادقة يفرح لها يعني. ليش؟ أقول له أنت إيش رأيك في الإدارة؟ يا ليت أقدر أعطيك رأي أنا. فأنا يهمني رأيك في الإدارة، أنت شايفنا إدارة فعلا تعبانة وإدارة يعني جاية عبء. تخصم علي إدارة القناة لو أعطي رأي. يعني أنت ما ترضى لي بالخصم. يعني إحنا جايين والله جايين ما يعني لا نقصد من جيتنا غير حب نادي الاتحاد، هذا لازم الناس يفهموه. اللي بيهاجمنا ينتقدنا يجي جنبنا، إحنا فاتحين يدنا، نقول له تعال معنا وقول لنا إيش الغلط، لكن تهاجمني بدون ما تقول لي إيش خطأي؟ أظلم هذا. طب العقود اللي تسربت؟ أي عقود؟ اللي نزلت في الرياض، نزل مجموعة عقود واتفاقيات في الرياض. إيه طيب العقد هل بس نادي الاتحاد اللي عنده؟ ما هو نادي الاتحاد اللي عنده، اللاعب عنده العقد، الوكيل عنده عقد، لجنة الاحتراف عندها عقد، النادي عنده عقد. يعني نترك الثلاثة الأطراف ونقول نادي الاتحاد هو اللي سربها؟
يا مو منطق. انا بقول لك اتحدى ورقه واحده خرجت من نادي الاتحاد. كل اللي مسؤولين على الوثائق والاشياء كلها ناس مؤتمنين محل ثقه ولا يمكن يرضوا على ناديهم اي شيء من ذلك. ليش الاستاذ محمد الفايز من صارت مشكله تسجيل اللاعبين والديون رجل التزم الصمت ما كان موجود؟ يعني حتى في الاجتماع اللي كان في بنزل منصور بلوي رجل ما ظهر في الصوره. يعني شوف اولا انا بنفسه ولا انت قايل له ارتاح اترك الموضوع انا احله؟ لا لا لا، اولا عشان اشكر الاستاذ المهندس محمد فايز لانه فعلا اخ اكبر لي، هذا هو الشيء. المهندس محمد فايز قبل كذا اعلنها مليون الف مره، احنا بنشتغل باسلوب اداره حديثه. المهندس محمد فايز سلم كل واحد ملف، حظي انه جاء ملف كره القدم عندي، ولكن بالحظ ولا انت طلبته؟ والله يعني جات، يعني هي جاته خلاص. لا كيف يعني؟ انا طلبته نعم. فكان الملف عندنا. بس على فكره ترى عن محمد كل دقيقه هو معايا، يعني مع الخطة وما ودي إيه، انه اخر يوم كان واجد معايا. بس انت إيه، بس انت ما عد يعني خلينا نقول عشان ناخذها بحسن النوايا، انت حطيت الرجل على الرف امام الراي العام. يمكنك ما تقصد، شوف يمكن ما تقصد، بس ترى الصوره الذهنيه اللي عند الناس انه البطل عادل جمجوم ومحمد الفايز جالس على الرف. وعادل جمجوم مع حفظ الالقاب للجميع ونحترمه ونوجه التحيه للعم محمد فايز، الصوره الذهنيه اللي عند الناس ان انت حطيت الرجل على الرف يتفرج وشوف النتيجه. لا لا، هذا الكلام غير صحيح. اولا يعني عادل جمجوم ما كان حيصير شيء من ده كله بدون محمد فايز، هذا لازم تعرف ذا الشيء. وعم محمد ابدا ما هو على الرف ولا شيء، بس الصوره الذهنيه اللي الناس يعني لازم يطلع. لو طلع الرئيس يقول لك يطلع في الاعلام كثير، لو ما طلع الرئيس يقول لك محطوط على الرف. لا انتوا عشانكم تضربتم. فين تضربتم؟ لا مو تضربتم، يعني اقصد في تصريحات، يعني كنتم متناقضين. لا. فقررت انه واحد يطلع عشان لانه كنا نسال عن الموضوع الواحد. عادل جمجوم عنده معلومه وخبر وراي، الاستاذ محمد الفايز عنده معلومه وخبر وراي مختلف، فاتفقتوا الظهر انه خلاص انت ارتاح وانا اتولى الموضوع. لا 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 ابدا، بالعكس انا اشوف اقول لك يعني الى قبل ما اخش البرنامج ده انا كنت بتكلم معه في التليفون عشان تكون في الصوره. يعني محمد كل دقيقه داري عن النادي وعارف ايش بيصير، وما في شيء في النادي بدون اذنه وبدون توقيعه. كيف تصف شخصيه محمد الفايز؟ شخص قيادي قوي. قوي يعني في الاجتماعات لما يجلس وعلى رأس الطاولة وتكون في الآراء يعرف يوقف الاجتماع ويدير الاجتماع، ولو سمحت بيني وبينك ويأخذ قرارات بيني وبينك. إيه؟ كمان دكتاتوري نوعا ما كمان، يعني هذه مجاملة؟ لا والله، رجل ما يظهر عليه أبدا أي ملامح دكتاتورية. لا والله، ما يعني رجل فيه طيبة الهدوء، طيبة يعني حتى مباراة الاتحاد يتسجل هدف ولا يتسجل عليه هدف ما في ردود فعل، رجال جالس يتفرج على مباراة بهدوء هادي. ما هو زي هادي، يعني هذا الفرق، هو هادي أنا معصب، بس هو لكن في المجلس آراءه حادة، يضبط المجلس طبعا الهدف هو مصلحة نادي الاتحاد، ومتابع قوي، وصعب بعض الأحيان يقلقنا كمان يعني كثر ما بيتابع إيش بيصير. وعلى فكرة ترى ما في شيء بيصير في كرة القدم بدون، يعني ما في عرض راح للاعب، ما في عرض جاء للاعب إلا هو عارف عنه ووقع، هو اللي موقع العروض وهو اللي موقع كل شيء. ولكن الناس هم بيحطوا بالهم انه ابو حامد عرف، ولكن هذا الكلام غير صحيح. التركيبه داخل نادي الاتحاد ما بين الرئيس ونائب الرئيس مثل ما يصير في بعض الدول، رئيس دوله ورئيس وزراء، رئيس وزراء هو المتحكم وصاحب القرارات، ورئيس الدوله والله يستقبل يودع يعني يهني. لا لا، احنا راينا شورى بيننا وكلنا مكملين، وملف كره القدم جاء عندي من حظي. لا مو من حظك، انت قلت انت طلبته. ايوه يعني ومن حظي، هذه اعتبرت ما تقول لي فين الحظ اشتغل معكم، هذه انه الحظ اعتبرها الحظ. من حظي ومسؤوليه مره كبيره. طيب حنروح للفاصل، بعد الفاصل حسألك ليش ما في احد من اعضاء مجلس الاداره يقدر يقرب من المنطقه اللي يتحكم فيها عادل جمجوم؟ ليش عادل جمجوم مثل الزئبق في ناس كثير تنتظر سقوطه، وفي كل مره يعدي اما بالحظ ولا بالذكاء والقوه، ويوم يوم التسجيل من عضو الشرف اللي كان مجهز حفلة كبيرة انه ما حيصير في تسجيل وحتبدا الحفلة والضغط الاعلامي وحيطردوك من النادي وانتصرت وعشان كذا انت كتبت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وراح اسالك عن نور وعن الامور المالية. هذه اللي كان في الجزء الاول هو فقط تعريف
بشخصية الأستاذ عادل جمجوم أبو ساريا. فاصل قصير نشوف قبله بس جزء من الأوبريت مولد أمه، وبعدها نرجع بعد الفاصل وصل الحديث مع الأستاذ عادل جمجوم. العشق في دنيا يهي وبشمسها بسمها وضاي في قلبك الشوق الكبير، حاكني عنه شوي حاكني عنه شوي. مملكتنا عشق كل المسلمين، مكثر الحساد واللي عاشقين. مملكتنا عشق كل المسلمين، مكثر الحساد واللي عاشقين. والله انك دمنا بعروقنا للعمر دونك ترانا من خصين نحمد الله جات على ما تمنى من ولي العرش جزنا
الملفات الاتحادية الشائكة على طاولة كرة مع عادل جمجوم. محامي الاتحاد المثير عادل جمجوم يجيب على جميع التساؤلات، وكرة يكشف تفاصيل 14 شهرا من العمل الإداري في الاتحاد. ماذا حدث في 11 من سبتمبر بين الاتحاد وقضايا الاحتراف؟ وجمجوم يكشف أقدم وأصعب القضايا الاتحادية. يناير القادم ماذا يحمل من أحداث للعميل؟ وجمجوم يبين أفضل الأساليب للتعامل مع الإعلام. الهلال بثلاثية الفيصلي يواصل التمسك بالصدارة، والنصر يضرب النهضة بأربعة ويواصل تقديم النتائج الإيجابية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فن في المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد، هو ضيفنا في حلقة الليلة. أبو سارية، أنت وصفت بأنه أنت أكثر شخصية من بعد منصور البلوي في الاتحاد أكثر شخصية مثيرة للتساؤلات وللجدل، يعجبك هذا الوصف؟ والله طبعا يعجبني، إذا في مصلحة الاتحاد طبعا يعجبني، وأبو ثامر كان مثير للجدل عشان مصلحة الاتحاد كمان. فيعني أنت أكثر واحد جاء يعني حمل خلينا نقول هالراية من بعد منصور بلوي، يعني مرت إدارات على الاتحاد ما كان في أحد يعني يعتبر مادة للإعلام، اليوم عادل جمجوم هو أصبح مادة كبيرة للإعلام. لا. عاجبك هذا الموضوع؟ لا والله مو يعني عاجب، مو عاجبني ابدا، لانه اولا بيكبر الامور بيعطوه اكبر من حجمها، هذا هو الشيء. وثاني شيء يعني تعرف العمل بدون ازعاج بدون شيء يكون اقوى وحده يعني، بس لما تكون تحت الاعلام تصير تحت الضغط يعني امورك كلها. انت رجل توصف احيانا بانه انت تضع قناع الهدوء، لكن خلف هذا القناع ممكن إقالات، إبعاد، إطاحة بأشخاص، إجبار ناس على التنازل عن مبالغ. منطقة عادل جمجوم، الدائرة اللي فيها عادل جمجوم يتحرك، مو مسموح لأي أحد يقترب منها، ولما يقترب أنت ما تعطي لأي انطباع أن أنت زعلان، لكن يطيح. يا راجل حرام عليك، ولا الكبير ولا حق المافيا ما صرت انا كذا. لا 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 مو كذا ابدا، كلامه غير صحيح. راح نوريك ابدا، راح نوريك. وريني، راح نوريك. وريني، تحب تشوف؟ اشوف. طبعا انا كنت بفتح موضوع الامور الماليه، لكن بما انك انت قاعد تقول هذا كلام مو صحيح، ايه راح نوريك فيديو. طيب تتكلم فيه بمنتهى البراءه، نعم، ومنتهى اللطف. بعد باسبوع او 10 ايام اخذت اهم قرار ممكن يتجرى عليه إداري في نادي الاتحاد. طيب شوف، أنا والمشكلة أنه أنت قاعد تقول للناس أنا حسوي بس ببراءة، عشان كذا لما أقول لك أنت تحط قناع واللي يقرب من دائرة عادل جمجوم راح يطيح. خلينا نشوف. مو قادر، بس معلش دقيقة، مو يقرب من دائرة عادل جمجوم. خلينا نشوف الفيديو وعلق. طيب الحلقة عندنا طويلة. محمد نور عطونا إياه، خلونا نشوف. مراسلنا في برنامج كورة الموسم الماضي عبدالله الراشد تكلم مع الأستاذ عادل جمجوم عن موضوع، قال له عندي مفاجأة، كل الناس في الوسط الرياضي جهزت نفسها لاحتفالية. شوفوا طريقة الحديث وشوفوا قوة القرار بعد الحديث، نتابع. في كلام أنه هنالك في تكريم كبير سيقدم للقائد محمد النور، صحيح هذا الكلام؟ يعني
نكرمه لا لتكريم لا ما في تكريم يعني هي في فكره بتدور في راسنا ان شاء الله حتنظر يعني بس لي مو لي يعني فكره لتبين معزه محمد نور لدينا احنا كجماهير احنا نتكلم الحين كجماهير بس طعام يعني حفله كذا مبسطه حفله مو حفله حاجه ان شاء الله مفاجاه مفاجاه ان شاء الله مفاجاه محمد نور لا طبعا هنقول له عليها كيف مفاجاه ولدنا محمد كيف مفاجأة حتبين غلط محمد نور عندنا ولدنا محمد نور ابتسامة كبيرة كذا وهدوء بعدها بأسبوع أخذت قرار ببعد محمد نور هذه المعزة هذه المحبة هذه مفاجأة هذا ولدكم تسوي فيه كذا شوف فسرت أنا إلى اليوم وإلى بكرة وإلى بعد بكرة محمد نور يعتبر أسطورة نادي الاتحاد وعني أنا شخصيا أقدر وأحترم وأحب هذا الرجل وما عندي أي شيء بيني وبينه ما فيه بالعكس كل معزة واحترام ومحبة وتقدير لتاريخه النادي الاتحاد حلو هالكلام هذا الكلام لازم يكون موضوع جميع الآن الفيديو هذا ايش معناته؟ الفيديو هذا فعلا كنا احنا بنفكر في مفاجأة لمحمد نور بنسوي له كتكريم لي قبل ما نوصل للقرار ما كانت ثاني قال لك تكريم قلت له لا ما في تكريم ولا ولا حاجة لا لا هي كنا الفكرة انه كنا بنسوي مجسم محمد نور في الملعب هذه كانت المفاجأة مجسم محمد نور في الملعب يعني مو مجسم مجسم الفلينة حقت محمد نور رقم 18 وعليها البطولات اللي حصل طيب بالله اشرح لي انت من مجسم لفنيله محمد نور في الملعب الى ابعاد محمد نور يعني انت ماخذني من الطرف للطرف يعني اقول شلون افهم يعني عشان نقفل يعني تكلمنا كل مره نتكلم في الموضوع ده عشان نقفله يعني اولا قرار التاريخي كما تحبوا توصفوه انتوا الاعلاميين انه كان قرار الهدف الاول والاخير منه مصلحه نادي الاتحاد تمام والقرار لم يكن قرار فردي انما قرار على ناحيه فنيه وناحيه اداريه وناحيه تعاقديه وناحيه كل شيء ما كان ابدا قرار فردي. ما حد زعل على القرار بس هو ولكن المصلحه ما كانت الهدف انه مصلحه نادي الاتحاد الاتحاد كيان يا ابو ساريه ما حد زعل على القرار كل الناس قالت اي اداره في النادي من حقها تبقي من تبقي وتطلب مغادره من تريد كل الناس زعلت انه ليش تم التعامل مع محمد نور بهالطريقه يعني ما في تكريم ما في يعني ناس ما وجدت حتى انه في احترام لاسطوريه وتاريخ محمد نور انت قبل اسبوع تقول البرنامج كوره عندي مفاجاه نبغى نبين غلط محمد نور عندنا كجمهور كمحبين وتقول لي قبل شوي كنا بنسوي له مجسم بعدها باسبوع تبعد محمد نور بهالطريقه هذا اللي زعل الناس يعني انا يعني انتوا انا ماني شايف انا يعني عن جد والله انا ماني شايف انه القرار لذي الدرجه سيء مش القرار طريقه القرار طب انا كيف ما خليك انا بكل حتى انا افتكر البيان اللي تكلمنا فيه بيان جسدنا فيه التاريخ حقهم وكرمناهم وكله واعطوا اجازه لما قالوا انه خطا الاجازه قانونيا عدلناها وقلنا لهم تعالوا تدريبات في ذي الفتره كان قيد محمد نور سوى مخالصه مع النادي أنا يعني القرار ما هو قرار عادل جمجوم ولا قرار مجلس الإدارة صح مجلس الإدارة اللي أخذ القرار بس عشان كذا أنت تتصدر لأنه أنت الوحيد اللي يتحمل في ناحية فنية أنا لو أتحكم مين يلعب ومين ما يلعب أنا أجيب مدرب بدل ما أجيب مدرب في ناحية فنية في ناحية إدارية في ناحية والجميع مشترك في القرار مين اللي أبعد نور فنيا المدرب مين تقدر تقول الاثنين سواء كان كانيدا أو بنات يعني ما هو قراري عادي ليش يعني طيب من اللي جاب البيان عمره 35 سنه اكبر محمد نور طيب انت شفت بيانه بيلعب وانت شفت محمد نور بيلعب شفته بيلعب وانت تشوف انه ما سوى شيء الى الان يعني في البطوله الوديه مع النصر والمباراه اللي لعبها متحس انه محمد نور لاعب كبير بس كوجوده الان مع نادي الاتحاد حسب راي المدرب ما حيكون في افاده محمد نور ما حنقدر نستفيد من خبرات محمد نور لكن ما حد بيقلل من مستوى محمد نور ما حد بيقلل من قيمة محمد نور بالعكس وإن شاء الله محمد نور خلينا أقول لك أنا بعض التفسير محمد نور كان هو العثرة في طريق عادل جمجوم للسيطرة على النادي محمد نور هو اللي كان بيده السلطة كان بيده اللاعبين كان بيده إبقاء مدرب إبعاد مدرب إسقاط إدارة إبقاء إدارة وكان طريق استحواذ عادل جمجوم على الرأي في النادي والسيطرة على القرار ووضع رئيس النادي على الرف وابعاد الجميع وسحب ملف كره القدم والتصدي للاعلام وابعاد الاعلاميين وسوي اللي يبغاه كان يعبر عبر محمد نور وبالتالي انت اخذت هالقرار بصراحه اولا انا ما يعني ما اسمح لاحد يقول انه محمد نور رجل يعشق اسمه نادي الاتحاد
ولا صفة من الصفات اللي بتنعتوها فيه كانت موجودة فيه. بالعكس كان مشارك ومن أول ما جينا كان مساعد لينا ومتفهم ورجل يعني أنا يعجبني فيه عشق النادي الاتحاد برغبته. ها محمد نور بتعاوم على الإدارات هيه. ومع المدربين برغبته. أنا ما شفت منه بمزاجه شيء. يعني محمد نور لما ما تعجبه ممكن يبعتك. أنا ما شفت منه ده شيء. أنا ما شفت منه ده شيء بصراحة. يعني شوف هي المشكلة الكبيرة لازم تعرفها والله العظيم. المشكلة في القيل والقال. المشكلة في اللي يوصلوا الكلام، هذه المشكلة. طيب وين بوابة محمد نور اللي أنتوا وعدتوا ب لما يجينا الإذن، أنا النادي مو ملكي. لما يجينا الإذن من رعاية الشباب أنا قدمت خطبتوا الرعاية طبعا خاطبنا الرعاية. إيش قالوا لكم؟ مسموح ولا مو مسموح؟ ها؟ ما جانا لمن دحين ما جانا رد منه. أبدا ما جانا رد منه. إذا رفضوا طيب؟ إذا رفضوا إيش أسوي؟ ما كنت تبغى تسوي مجسم. طب إذا رفضوا إيش أسوي؟ طبعا أنا هذه فكرتي، لكن إذا أصحاب الشأن قالوا لا، أقول لهم لا غصب عنكم أسوي ذا الشيء؟ ما أقدر. مو في يدي. فهني انت ودك يكون في يدك ولا ما ودك؟ ودي ودك في... يقولوا لك لا لا, لا طبعا نودي يكون في يدي عشان اسويها. محمد نور قدم لكم العام 2 مليون في السلفة اللي مساعدتكم تسجيل لاعبين ورفضتوها؟ لا ما قدم ولا عرض؟ ما عرض اي مبلغ مالي؟ عرض المساعدة مالية؟ عرض المساعدة بس ما عرض وما قدم ما له وشكر على شوف. وليش رفضتوها طيب؟ ما رفضناها ما ترفضت ابدا. يعني ايه قلنا له اذا احتجناها حنكلمك والحمد لله السنه اللي فاتت ما احتجناها بس كفايه يعني يوريك هذا مدى عشق الرجل ده نادي الاتحاد. هذه 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 الحركه تريك مدى عشق. محمد نور كان يساعدكم في موضوع تسجيل اللاعبين يعني مثلا يقول لكم خلاص اتركوا موضوع اللاعبين عليه ويدور على اللاعبين وقعوا على المسيرات. وهالموسم انا جتني اخبار انه عادل جمجوم لما ضاقت الامور عليه قال يا ليت نخلي محمد نور كان ممكن يعديني من هالمأزق. لا 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 شوف المازق حقنا احنا ما هو المازق يعني ما ابغى انا اكذب على الناس انا ما بكذب على اللاعبين ما ابغى اقول لهم بس خليني اعدي فتره التسجيل واجي اخش في الشتويه نفس الطريقه واجي اخش بعدها في نفس الطريقه. انا عملنا الاتفاقيات حقتنا على مدخولات نادي الاتحاد. الوقت اللي اخذناه في التاخير كان في محاوله شرح واقناع اللعيبه انه هذه الطريقه اللي تاخذوا فيها مستحقاتكم عشان انا ما بكذب عليه ولا اسوف عليه، ما بقول له خلينا اسجل بعدين تعال اشتكيني مره ثانيه. فاحنا عملنا اتفاقياتنا بطريقه انه حنتكلم عن هالموضوع طيب. عن الموضوع تسجيل اللاعبين طيب. انا ناخذ بالتفصيل لكن دور محمد نور كان ككابتن الفريق يعني ما أيه. تلجا زي ما هالموسم انت ما تمنيت انه موجود كان ممكن يخلصك من مجموعه لاعبين، كان على الاقل ممكن يكلم لك منتشري وتكر. صدقني محمد نور انا متاكد وهو في النصر كلم محمد منتشري وتكر، انا متاكد لانه محمد نور ما يهون على الاتحاد سواء كان موجود معنا او طيب. موجود معنا. لو الحين محمد نور انتهى تسجيل عقده في فتره الانتقالات القادمه وقال بينات جيبوا لي محمد نور وقال محمد نور ما عندي معنى يدخل محمد نور النادي وعادل جمجوم فيه معزز مكرم وبالعكس انا بقول لك ما بيني وبين محمد نور اي شيء اي بس ما اتوقع انه حتكون انتوا اثنين في النادي ليه ما في شيء واحد لازم يروح لا 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 ما بالعكس صدقني كلام خاطئ جدا. يعني الحين لو بنات في فترة الانتقالات الشتوية وانتهى عقد محمد نور وقال ابغى محمد نور راح تفاوضونه؟ طب انا حفاوضه بنفسي كمان. انت بنفسك بنفسي انا افاوضه يعني محمد طيب نور هذا من الناحية الفنية من الناحية الإدارية انت قلت لي اسباب ابعاد نور كانت إدارية وفنية من الناحية الفنية انحلت الإدارية كيف تحلها؟ ما في الإدارية لأنه انت بتصدر القرار الفني هو الإداري ما اقدر اتحكم في الفريق مين في الفريق ومين في الفريق لازم الناس تعرف هذا الشيء. أنا ما أتحكم في الفريق ولا مجلس الإدارة يتحكم في الفريق. اللي بيتحكم في الفريق المدرب. هو بيطلب يشيل فلان حط فلان ودي فلان جيب فلان إحنا طيب أداة لتسهيل مهمة. القرارات جماعية صح ولا لا؟ نعم. طيب من صاحب الفكرة؟ يعني إحنا أنا اليوم لما نجلس مع فريق أعداد كورة تجي تسألني والله من صاحب فكرة استضافة الأستاذ عادل جمجوم راح أقول لك مثلا حسن الجهني. والقرار كان جماعي من فريق الأداء. مين كان صاحب فكرة إبعاد اللاعبين؟ شوف أنا أقول لك إيش اللي حصل. أول ما استلمنا الدفة في الإدارة في نادي الاتحاد طبعا من قبلها بس يعني أول ما مسكنا رسمي يعني أول كان كلام كله جانبي بس أول ما مسكنا الدفة رسمي جلسنا مع مدرب الفريق وقتها اللي هو كانيدا وكان طلبنا منه إنه يا كانيدا إحنا عندنا مشكلة في نادي الاتحاد اللي هي تدني النتائج المستويات اللي في الأربع سنين الهابطة الأشياء دي كلها فنبغاك تعمل لنا تصور لنادي الاتحاد ومستقبل نادي الاتحاد في ظل
الموجودين في نادي الاتحاد. فتقدم لنا هذا كنيدة. كنيدة نعم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. معلش أقاطعك. نعم. أنت شلون تقبل تقرير مدرب محمد نور مد له يده يصافحه وما صافحه؟ تقرير قبل ما يمدده. طيب بعد ما أصدر التقرير أنت شفت هذا المدرب لما محمد نور جاي يسلم عليه ما سلم عليه، ما يعطيك انطباع أنه في شيء شخصي؟ لحظة خلونا نراجع التقرير. ما يعطيك هالانطباع؟ أنت ما تشوف يعني واحد مد لمحمد نور يده يسلم عليه، ما تفكر تقول خلونا نشوف التقرير يا جماعة يمكن في شيء شخصي بينهم؟ ايش فيك ابتسمت؟ لانه برضه بنرجع لنفس الشيء، الشخصي ما له شغل بنادي الاتحاد، مصلحه نادي الاتحاد. التقرير لو اجيب لك وتقرا حشوف انه مصلحه نادي الاتحاد. يعني التقرير باسماء مين يصعد مين ينزل. ليش مصلحه الاتحاد في ابعاد نور وهاللاعبين ومش مصلحه الاتحاد في انه عادل جمجوم يروح؟ اذا مصلحه عادل في عادل جمجوم يروح يروح. مين اللي قرر المصلحه؟ انت اللي قاعد تقرر كل شيء. لا لا ما انا بقرر. انت اللي قاعد تقرر يا رجل. لا 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 ابدا بالعكس ما اقرر مصلحه نادي الاتحاد. يعني شوف انا اديك يعني كان يعني القرار ما كان محمد نور لوحده، فلا نخلي القرار انه محمد نور. القرار كان شامل على تغييرات جذريه في نادي الاتحاد، منها في منها عقوبات كانت على لعيبه وفي منها قرار اعطاء اجازه. طيب فالقرار ما كان ضد محمد نور، مصلحه نادي الاتحاد، مصلحه نادي الاتحاد والحمد لله. يعني اول ثمره عمرك مثلا خليني اسالك سؤال، معلش اعذرني اعذر جرأتي في السؤال، لكن ما في طريقه غير اني اسال يعني لهالسؤال لهالطريقه. انت من النوع اللي يحفر للاعبين النجوم؟ لا اكيد 100%. طيب خلينا نسمعك تسجيل مكالمه انتشرت لعادل جمجوم. اول شيء بعد ما نسمع التسجيل قلنا اذا كان هذا صوتك ولا لا، وكنت تتحدث مع عمين في هذا التسجيل الصوتي. طبعا الحديث كل الناس تقول انه كنت تتكلم عن منتشري. الحديث فيه وصف بانه في تحريض على اللاعب، واحد اثنين في فوقيه عاليه جدا تجاه اللاعب. نسمع المكالمه، اذا صوتك قول لنا واذا مو صوتك نقفل الموضوع. نسمع التسجيل. الرجال جاء مسك النادي فوق ثلاث محكم، هذا لما تقول له شكرا اما يقول لك ما حق له ما حق له الساعه المليار واحد على الثاني زي زي غيره. انت اعطيتك ريشة مجوابك اصدقوهم العبوا خيرهم. ما يسكون مين مع الاتحاد غيركم جماهير وغلابه؟ او لو الاتحاد ما كان جاء مليار واحد توش يحترم الاتحاد ويحترم اللي جاب له الرزق ده اللي خلاه يركب سياره ويشتري بيت ويشتري عماره. طبعا انت محامي وما نبغى احنا نتعامل معاك الا بدقه. صوتك ولا مو صوتي؟ طيب قاعد تقول للجمهور؟ لا بس في كلمه قبل ما تقول للجمهور حاجه، خلنا اكمل اسئلتي وجاوب. لا لا اول شيء بس انا بس تكون يا سيدي عندنا ساعه قول اللي تبغى، خلنا اكمل سؤالي وجاوب. تفضل. في رئيس نادي يقول للجمهور امسكوهم العنوا خيرهم، وتقول على اللاعب والحديث يبدو انه عن منتشري اللي في الاخير هو من انقذك وانقذ ادارتك بالموافقه على التاجيل، تقول لو ما الاتحاد كان ما ركب سيارة واشترى عمارة انه في هذا التحريض والفوقية بايش تصف استاذ عادل؟ اولا انا قبل ما اتكلم في التحريض والفوقية لا يمكن تكون مكالمة، انا سمعت التسجيل، لا يمكن مكالمة طول 4 دقائق صوت الطرف الثاني ما يظهر. يعني لو كنت باقر قرآن كان حيقاطعني بصراحة يعني. فلا يمكن يكون اولا انا يعني هذه باين انها مركبة، فمركبه معناها انه انت بشيء. كنت تقول في المكالمه في اشياء كثيره قالت، بس يعني بالطريقه ان انا ما اجي اقول تركي فلان كذا سوي اعمل كده، ما صارت بالطريقه دي. في مكالمه استمرت فهو ينزل التسجيل كامل عشان تعرف الاشياء. تعرف ما اعرف شو المشكله ابو شوف انا ابو ساريه، شوف في انطباع عند الناس وفي معلومات وفي فيديوهات وفي لقاءات وتقارير والناس قاعده تجمع. يعني اليوم تويتر وموقع التواصل الاجتماعي تسوي لك ملف كامل عن الشخص. كل افعالك تقول لا نجم في الاتحاد إلا عادل جمجوم، لا صوت في الاتحاد إلا عادل جمجوم، ما في نجوم، أنا النجم، أنا صانع القرار، أنا القوي، اللي يكبر في هذا النادي حطير راسه. وفي فيديوهات تدعم الكلام. يعني أنا اليوم أنا قاعد أقول لك قال وقيل، قاعد أجيب لك فيديو وأجيب لك لقاء. ليش؟ ليش هذا الانطباع عن عادل جمجوم؟ هم بيصوروا عادل جمجوم بذي الطريقة، وهو هذا الكلام غير صحيح. أنا عمري في حياتي ما قلت أنا، والعياذ بالله من كلمة أنا كل كلامي بأوعز لمجلس الإدارة
عمري في حياتي ما قلت أنا صاحب قرار، عمري ما كنت صاحب قرار لوحدي، قرارنا جماعي. ولكن الأخطاء اللي بتصير من الناس واللي هم بيفسروها غلط، والله يعني هي عملية غريبة. يعني أنا بفهم يعني إيش استفاد إنه واحد يكلمك وأنت بتتكلم معه على سجيتك وتتكلم ما ينزل لك التسجيل. اللي يزعلك أكثر إنه ينزل لك التسجيل بطريقة بيطلعك بشع فيها. يعني طب نزل المكالمة كاملة، يعني نزل المكالمة عشان تعرف إيش أهم ما في الموضوع كله. أنا عندي مصلحة نادي الاتحاد فوق كل شيء. أنا لما بتكلم مع أي أحد ولا بشتغل مع أي أحد، إذا هم يشوفوني إن أنا قاسي ولا متكبر ولا الأشياء دي، في مصلحة نادي الاتحاد أنا حسوي أكثر من كده. ما في أحد حيحوشنا عن مصلحة نادي الاتحاد، لأنه أمانة في رقبتنا، وإلى ربنا إن شاء الله نكمل وإن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح. والدليل بيزدادوا المحاربين وبنمشي صح. من عضو الشرف اللي كان يجهز الاحتفالات لسقوط عادل جمجوم؟ جهزها مرتين، لما بعت اللاعبين وقال كاس الخادم الحرمين للأبطال حتكون هي الضربة القاضية وفزت، كان كل مباراة يجهز الاحتفالات وتفوز واخذت البطولة. ولما جاء وقت التسجيل آخر يوم رجو كان جاهز، جهز العشاء والحفلة والليلة الكبيرة على قولتهم، جت الضربة القاضية لأنه أنت سجلت ورحت أنت كتبت ردا عليه في تويتر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا الرجل وصفك بالزئبق اللي لا يمكن أحد يمسك عليك شيء وفي كل مرة تنفذ وتعدي ويعدي معك الاتحاد. مين؟ أنا نفسي أعرف، أنا سمعت عنك كذا شيء، بس مين هو؟ اسم كاسم عندي ما عندي، إذا أنت تعرفه قل لي عليه. أنا نفسي أنا سمعت عن الحكاية دي، وسمعت إنه كمان أيام السوبر صارت حفلة وما صارت حفلة، بس ما أدري. يعني أنا أوعز إنه في ناس بيطيحوا بالإدارة. من كلام أبو ثامر إنه لما قال لما جولوا بعض أعضاء الشرف كان عندهم هدف غير هدف الكيان، هدف إيه هدف غير الكيان ومصلحة الكيان، وهنا تبان معدن الاتحاد الأصيل. يعني أبو ثامر دغري قال لهم لو سمحتوا كفاية، أنا أبغى أشتغل في الاتحاد والحمد لله، وجاء معانا في اللجنة ومنبدأ ما يمكن يعني الحمد لله. فربنا إذا في واحد موجود ربنا ادعى كيده في نحره يعني، وإن شاء الله ماشيين. وما أعتقد هذه حظ، توفيق من ربنا وحسن إدارة مننا وحسن توقعات مننا، والحمد لله جاء اللي كنا متوقعينه. بس عندي تعليق على حكاية فوز بالبطولة، أنا ما فوز بالبطولة، أنا برضو أرجع أقول لك عود من حزمه، والأهم من ده كله اللاعبين هم اللي جابوا. إيه بس في نظر عضو الشرف هذاك إنه عادل جمجوم اللي فاز، وما قاعد يفكر في هنا هنا المرض لأنه أنا ما بشتغل لعادل جمجوم، أنا بشتغل لنادي الاتحاد. نكمل الفترة؟ مكملين الفترة إن شاء الله. كإدارة؟ كإدارة. حنروح الفاصل، جاز فاصل يا شباب، حنروح الفاصل، بعد الفاصل حنتكلم عن الأمور المالية بالتفصيل. طيب. اسمح لنا؟ تفضل. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع الأستاذ عادل جمجوم نائب رئيس نادي الاتحاد. محامي الاتحاد يواصل كشف الخفايا الاتحادية. بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فين في المملكة العربية السعودية، نرحب بمتابعينا على اليوتيوب. بس أبغى أقول شيء، اليوم لو احتجنا نكمل الحوار يعني بعد الساعة واحدة، واحدة ينتهي البرنامج على الهواء على القناة، احتمال نمدد 5 أو 10 دقائق على اليوتيوب، على اليوتيوب يعني اللقاء حيكمل بث مباشر على اليوتيوب. حتدخلوا على حساب برنامج كورة الآن حتشوفوا رابط البث المباشر، لو انتهى الوقت وما خلصنا مواضيعنا يمكن مدد 10 دقائق لمتابعينا فقط على اليوتيوب، بإمكانهم يكملوا معنا الحلقة لأنه حنودع المشاهدين وحنكمل على اليوتيوب. بعد إذنك أبو سالم. ما عندك مشكلة. طيب إيش اللي صار في اللحظات الأخيرة؟ عطنا بالتفصيل. أنتوا طلعتوا في المؤتمر الصحفي أبو سارية، ما حسينا إنه في معلومات قدمت بصراحة، شفنا سجال بينكم كإدارة وجمهور، بس عطينا التفاصيل اللحظات الأخيرة الساعات الأخيرة، وين كانت التحركات أكثر، وين كان تفكير أبو سارية والفريق اللي معاه، والاتصالات كانت تجي من وين، على مين كنت تعلق الآمال أكثر شيء، إيش اللي صار بالتفصيل؟ أنا أديك قبل الأحداث هذا، أول شيء طبعاً المشكلة كانت 34 شكوى، أقول بسرعة، كانت المشكلة 34 شكوى، واللي على إثرها صار الاجتماع أعضاء الشرف، وتشكلت اللجنة برئاسة الأستاذ منصور البلوي، وبدأنا في رحلة البحث عن كيف حل الموضوع ده.
أبو ثامر طبعا تقدم بفكرة أنه 50% للاعبين و50% كيف نجمع المبلغ ده. طبعا من خلال البرنامج ده أنا أحب يعني بعد الله سبحانه وتعالى اللي كان سند لنادي الاتحاد في موضوع اللي هو توفير المبلغ الأكبر اللي هو 15 مليون شركة صلة، يعني صراحة متمثلة في رئيس مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها، وطبعا أنا أخص بالذكر الدكتور ركان والأخ العزيز أحمد محتسب. الاثنين دول يعني صراحة يعني الدكتور ركان كان نعم السند لينا، ما هان على الاتحاد، وقف جنب نادي الاتحاد رغم انه كان خارج المملكة على فكرة. هذه يعني سلفة ولا تبرع ولا لا؟ لا بموجب العقد اللي بيننا دفعة من مقدمة دفعة مقدمة بموجب العقد اللي هو الرعاية الجزء اللي بيننا وبينهم، وما كان شيء مفروض على صلة، لكن وقفة رجال من الدكتور ركان الله يجزيه بالخير اتوفر الجزء الأكبر منها. طبعا خلصنا من المبلغ ده، جينا في إقناع اللاعبين، هنا تدخلت حنكة أبو ثامر وعلاقته الكويسة ببعض اللاعبين، والحمد لله اللجنة طبعا كانت كم دفعتهم؟ مين أبو ثامر؟ مبلغ كامل كله على بعض؟ والله شوف احنا حلينا 32 قضية بدون سلطان، سلطان أجل ما أخذ ولا مبلغ، إبراهيم موسى ما أخذ ولا مبلغ. كم المبلغ اللي دفعته؟ تقريبا حول 23 يعني كم دفع منصور بلوي؟ والله شوف انا سياستي في الامور دي الشخص اللي يتبرع هو يصرح، لا انا غير مخول. طب انت الحين قبل شوي متكلم عن صله بدهم دافعين 15، هذا عقد ما هو تبرع. في فرق، لو تبرع خارج من ذمتهم ما كنت. انا عندي معلومات انه 6 مليون والله، هو يعني هو 6 مليون و15 21 ادارتكم بس دفعت مليونين ولا جتكم من برا؟ لا لا ما لما يعني ما برضو ما حقول مبلغ يا تركي، بس اللهم صل على سيدنا محمد، إدارتنا الملفين الآخرين اللي هم حق حمد المنتشري ورضا تكر وطبعا برضو أبو ثامر عشان لا أنكر فضل الرجل ده معانا، الحمد لله قدرنا نقفله. تحركاتنا آخر الساعات الأخيرة لما كم دفعتوا كإدارة؟ ها؟ إدارتكم كم دفعت؟ كم دفعت من يوم ما جينا ولا دحين بس؟ لا في المشكلة هذه خلينا من كم ما جيتهم، المشكلة دي كم حلتهم؟ كثير والله. كم يعني؟ يعني كثير على حسب هي كم؟ 23 مليون 15 من صلة منصور بلوي، عندي معلومات ولو قلت لك قديش حتعرف قديش دفع منصور، فخليها أنا أعرف المنصور ما بين دفع منصور وإحنا حايمة ببعض. ما والله صعب شوف أي ريال. كم واحد أنتم شكرتوا في المؤتمر؟ شكرتوا سبعة ثمانية يعني؟ طبعاً وحرجع أشكرهم ثاني. كم دفعوا هذول؟ هذول وقفتهم، شوف في منهم ما دفع ولا قرش بس كفاية وقفته معانا، هذا أنا أعتبرها بملايين. أنا يهمني الوقفة الصادقة مع نادي الاتحاد. طيب. سلطان بلويك له تقريبا 13 مليون نعم، يعني 10%، يعني الرجل هذا له صفقات مع الاتحاد ب 130 مليون يفترض. لا مو يفترض، هو يا إيه لا انت ما انت في رئيس تو هو 10% لا بس يعني في 10% لا في بعضها 20% لا في بعض الصفقات بياخذ 20%. ليش سلطان بلوي عنده هالصفقات كلها مع الاتحاد؟ وكيل اعمال ذكي وعرف يتعامل مع اداره مع ادارات سابقه وقدر ياخذ منهم العمولات دي. طيب الرجل استحق له الدفعه بعد يومين، اليوم كم احنا؟ شوف كم لا لسه 25 يا تركي. لا عنده في 15 9 و15 10 و15 11 25 9 25 9 بعد 10 ايام كم؟ اظن 4 مليون شوية عندكم؟ ربك يسهلها. لا عندكم ولا حد؟ حاليا ما في بس ان شاء الله تتسهل، يجي في وقتها ان شاء الله تتسهل بعون الله تعالى. كل شيء في وقته حلو ان شاء الله. بعد 10 ايام مطلوب منكم تدفعوا 4 مليون؟ نعم. يا ساتر. طب ومداخيل النادي اذا انتم 15 مليون اللي هي او 16 مليون حقت صله اخذتوها كلها. ايه. اللي هي الكتف والظهر والشورت بس. والتذاكر. والتذاكر ايه. 16 مليون. ايه 15 15 اخذتوها كلها حقت السنه. ايه اخذت. انت قلت انه حنجيب للاتحاد 120 مليون. ايه. اذا الكتف والظهر والشورتات وتذاكر المباراة جابت لكم 15 مليون، 105 مليون من وين بتجيب؟ شعار الصدر؟ لا لا اشرح لك هي كيف تجي 100 الف حاجه تجي منها. اولا انت بتاخذ 15 مليون هذه صافي ربح. انت لو تبي تحسبها انك انت بتشغل وانت بتطبع التذاكر وانت اللي بتسوي الاعلانات، لانه في اعلانات في الملعب، في امور، في مصاريف تشغيليه كثير. عندك احساس انت حتجيب ايوه انا احسب لك هي بسيطه، يعني احسب لك بال 15 مليون. انا لو جبت ال 15 مليون حقت الكتف والظهر والشورت وقول الصدر اجيبه ب 40 45 مليون، هذه 60 مليون.
والكونتنتس اللي هي تبعت الاتصالات او سواء كانت اس تي سي او اي شركه اخرى ما بين 20 ل 35 هذه 85 مليون. بتجيك اعانه ما بين المحترفين واتحاد كره تقريبا 20 مليون هذه 105 مليون. بيع بقيه النادي ب 15 مليون هذه 120 مليون. من اسهل ما يمكن تجي. متى حتجي ال 105 مليون؟ لما يجوا الشركات. ايه الشركات ما هي جايه؟ لا الشركات انا متاكد الحين حيظهروا لانه اول كانوا مستغلين ظروف نادي الاتحاد في عقلية التسجيل وبيفرضوا عليك. ما في كله بعد شهرين يرجعون يستغلون يعني. انا لو شركه انا لو شركه الحين ما حنواجه هذه المشكله بعد شهرين ان شاء الله. انا كم شكوى عليك كاداره الان؟ الشكاوي اللي موجوده علي الان كلها جدولتها وماشي ان شاء الله حكون ملتزم بها. عندك اثنين، عندك راشد الرهيب واللاعب البحرين. ايش بهم؟ وش سويت فيهم؟ ما جاني شكوى. وهذه مشكله لجنه الاحتراف. يجون يا اخي لحظه يقول لك يرسلوا لك 20 شكوى يقول لك هيجاوب لي في اسبوع. اديني من دحين عشان اعرف اشتغل. خلنا اعطيك ثنتين. عندك راشد الرهيب ولاعب ايش بحرين. راشد الرهيب رهيب له 1.7 مليون. تبيني جدول له؟ ما هي مشكله جدول له اياها. ما حيرضى. عارف ليش ما حيرضى؟ ليش؟ لانه جالك الشركه عندك وجلست معك ممثله للاعب وكيل اعماله وقال لك عطنا مليون وعطنا اياها في شهر خمسة الجاي واحنا نروح وانت تروح وعطينا مخالصه اللاعب. قلت له لا، اجتمعت مع اللاعب قبل فتره قلت له تبغى 350,000 اخر يوم تسجيل للاعب يقدر يسجل، ولا اعطيته بدل سكن ولا 350,000. قلت له تاخذه وتنازع باقي. الان اللاعب يقول لك لا، انا ابغى الرواتب العقد الجاي والمقدم حدود 1.7 مليون. عندي معلومات انه اللاعب يقول انا ما حجدول. شوف الكلام يدفعونها كامله ولا ما في؟ كلام غير صحيح ده. اولا يعني انا مع احترامي لوكيله أنا كلامي مع راشد، وراشد ولدنا وعارف النظام يقول مع الوكيل. طيب أشو أنا ما نجيب لي المشكلة ما عندي سند يثبت إنه وكيله. أنا ما أتكلم مع أحد ما عندي سند. أنا مشكلتي طيب. إنه محامي إذا طيب. ما تجيب لي إنك أنت وكيل. لو اليوم راشد الرهيب جاب لك ورقة بكرة وقال لك هذا وكيل أعمالي فلان الفلاني، تتعامل معه؟ إيه طبعا. طيب وتجدولها له؟ طبعا. وكم وتعطي له الحقوق؟ حق. شوف انا شوف عمره احنا ما طلبنا حتى في الاستفسارات اللي ارسلناها احنا ما بناخذ حقوق. وهذا لازم يفهمه حتى اتحاد كره القدم حتى لجنه الاحتراف لازم يفهم ده شيء. احنا ما نبغى ناخذ حقوق احد. احنا يعني انا بفهم حاجه، ترى النادي زي اللاعب. طب واحد يرسل لي رساله يقول لك انه الاحتراف خطبوكم قبل امس. والله ما جاء ولا جاي شيء من الاحتراف. ما جاء ولا ما عندك خبر؟ لا لا لانه يفرق لا الموضوع لا يمكن يكون جال اليامي وانت ما تدري. لا لا لو جال اليامي في الساعة 3 في الليل حيكلمني منصور اليامي يقول لي ترى جاء خطاب. طيب ليش ما تلعبون رجال؟ شفت انت الفيديو اللي كان انتشر لراشد الرهيب؟ ايش هو؟ شفته؟ لا خلونا نوريك اياه. شو ورينا راشد الرهيب؟ راشد الرهيب الحين راح نشوفه على الخط. اعطونا اياه. شوف شوف يا استاذ عادل. طبعا هو اللي لابس لبس اسود على الخط كان مطرود من التمرين. متى ذاك الحين؟ يعني قبل شهر 3 اسابيع. والولد يعني الكابتن شوف طالع فيه كابتن عشان انت تقول ما شفت الفيديو. شوف كيف الان يمشي طالع من التمرين هو يمر خلف اللي لابسين اصفر واقفين على الخط. لابس الرجل يبغى يدخل التمرين طلعته. شوف يوقف، شوف يوقف هنا واللاعب والمدرب. يا اخي اذا ما تبغوا اللاعب، وهذا كلام قبل شهر يعني قبل نهاية فترة التسجيل، اجلسوا معاه تفهموا معاه اعطوا له بدل السكن اعطوا له مستحقاته قولوا له روح سجل عند اي احد. يعني الرجل هذا مسؤول عن اسره وانت عارف يعني ما يصير كذا. شوف يا تركي اولا يعني من الفيديو اللي انا شايفه اعتقد انك انت شايف اللعيبه كلها في نص الملعب وهو جاي متاخر. هذا هو الشيء، هذه الانضباطية اللي احنا نتكلم عنها. كل الايام راشد الرهيب يجي متاخر؟ بقول لك هذا الفيديو كل الايام ولا بس ليوم واحد؟ فيديو اليوم واحد صح ولا لا؟ انت الحين ليش جزمت انه متاخر؟ هو انا اسمعني انا صاحب الفيديو يعطيني روايه ثانيه يقول كان في وسط التمرين قالوا بينا تطلع برا انا ما احتاجك وحل مشكلتك مع اداره النادي واللاعب راح وقف في الطرف. مع احترامي اللي جاب لك الفيديو ده فانا اقدر اقول لك انه كاذب لانه بينات اولا اكبر من انه في وسط التمرين يخرج لاعب ويقول له اخرج برا. كيف حتحلوا موضوع راشد الرهيب؟ يجي وكيل اعماله. يعني شوف انا ما ابغى افصح انا لا راشد ترى عليه مخالفات مره كثير يعني وكلها مثبته وكل اشياء الغياب للموسم اللي راح اللي انت عارفه وقع عليه. يجي وكيل اعماله
واحنا نجلس معه، وانا عمري في حياتي ما اخذ حق. يعني الحين مثلا هاتريك، شركه هاتريك الان يتابعونا، لو قالوا بيمرون عليك الاسبوع هذا في جده تجلس معهم وتتفاوض وتناقش؟ لو جوني دحين اجلس معهم ما عندي مشكله، اهم شيء عندي مصلحه الاتحاد. انا عمري ما اتهرب من احد. اللي بيقول لي اني بتهرب منه ولا ما بقى، انا ترى موجود في النادي، ومنصور اليامي موجود في النادي، ومحمد فايز موجود في النادي. لكن اني اجي اقابلك برا ارد عليك في التليفون مو حتى ملك، تجيني النادي عمري ما ارفض. طب بس هيك سؤال، لو تداخل راشد الرهيب لو تداخل راشد الرهيب وقال يا استاذ عادل معلش اسمح لي انا ما تاخرت، انا في هذا التمرين حضرت والتمرين ما تاخر فيها، تضمن لي انه هذا اللاعب ما يصدر فيه اي عقوبه داخليه بسبب المداخله؟ لا حيصدر فيه عقوبه داخليه، ما عشان المداخله، عشان مداخله اعلام بدون اذن النادي. طب انت احنا برئيس احنا موجود معاه في النادي، يجي يكلمني في النادي مو لازم طريقه انا اسمح له. طيب لا ما اسمح، في نظام ما اسمح له يعني بيلعب العربي، لانه هذا نظام موضوع في لائحه انضباط موجوده عندنا في النادي. يبغى لو عارف انه انت من اول امس علمت اني انا طالع معك كان يطلب اذن من النادي ويقول ابغى اطلع الداخل. حتخليه من حقه؟ ما عنده مشكله، ما ياخذ حقه من النادي للحين. كيف؟ لا بالعكس انا ما في مشكله بينه. بس يعني عارف احترم كلامك كثير، بس ترى المشاهد الحين قاعد يقول لو واثق ابو ساري من نفسه كان قال خل راشد الرهيب يدخل ويقول اللي يقوله وانا ما علي منه. انا بقول لك ما ادي استثناء لحد، انا عندنا لائحه انضباط وماشي على الجميع كله. يعني ما تسمح له يتداخل الحين؟ انا اذا اسمح له في الدكتور منصور اليامي حياخذ اجراءاته، بعد كده يقول ان انا سمحت له، انا ما يمشي حسب اجراءاته، يقدر يكلم الدكتور منصور وياخذ اذن منه موجود. طيب خلنا اقول لك شيء، لو بكره مش اليوم طلب اذن وجاك الخطاب انه والله اللاعب يبغى يطلع مداخله ولا يطلع في حد تسمح له ولا حتعاقبه؟ انا حوافقه بعد ما ارجع للدكتور منصور اليامي مسؤول الاحتراف. طيب يعني لو راشد الرهيب بكره في التمرين قال يا جماعه ابغى اطلع في كوره ما حتعاقب؟ ما اذا موافق للوائح حقتنا. وش اللوائح ايش تقول؟ يا يطلع يا ما يطلع، يطلع ولا ما يطلع؟ انبدأ باذن مسبق. اي باذن مسبق، جالس اذن منك تسمح له توافق له؟ اوافق له. طيب يا كابتن راشد الرهيب، الاستاذ عادل جمجوم يقول مر علينا بكره في النادي وخذ موافقه وتداخل معنا في برنامج كوره. وخليني نسالك، انت تتاخر هذا التمرين انت متاخر ولا ابعدت؟ والاستاذ الاخوان في هاتريك يقدرون يتواصلون مع الاستاذ عادل جمجوم لحل مشكله اللاعب راشد الرهيب. وضح تماما انه احنا حنكمل على اليوتيوب، حنكمل على اليوتيوب. حنروح الحين للفاصل، جاهز الفاصل يا شباب؟ حنروح فاصل، بعد الفاصل حنكمل الحوار واحده بالضبط، راح نودع مشاهدينا على روتانا خليجيه، حنكمل على اليوتيوب. رابط البث المباشر حتلاقوه على موقع برنامج كوره على تويتر، وينفع مع كل اجهزه الهاتف والكمبيوترات. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث في البرنامج. كورة يواصل الحوار مع نائب رئيس الاتحاد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه، نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه ومشاهدينا اللي معنا على اليوتيوب. اذكر انه حنتكلم فقط لمده دقيقتين، حنودع المشاهدين على قناة روتانا الخليجية نقول لهم مع السلامة. اللي حيكمل معانا على اليوتيوب يقدر يدخل على تويتر برنامج كورة هاشتاج كورة، حيلقى الرابط يدخل ويكمل معانا الحوار. حنستمر بعد الواحدة لمدة 10 دقائق إضافية مع الأستاذ عادل جمجوم. أنت عندك خبر أنه راشد الرهيب ممكن أو يقدر قانونا يعني أو قانونيا أنه يفسخ عقده مع من طرف واحد إذا ما لعب 10% من المباريات في الموسم؟ حتحلوا هالموضوع؟ حنحل الموضوع ده. حتنزلوا احتياط يعني؟ ها؟ لا مو شرط، في عادي كل شيء ان شاء الله متخذ قانون مصلحة الاتحاد. انا بستغل الدقيقة بس دي يعني نتكلم نكمل الموضوع ده في اليوتيوب، بس انا بستغل الدقيقة دي بس لجمهور الاتحاد بقول لهم يعني هلا هلا بدعمكم نادي الاتحاد، ذلك من خلال بطاقات عمل اللي تعاقدنا مع شركة مزايا. شركة ليها خبرة ان شاء الله وعندها برامج مرة كثير، فأرجوكم انكم تتفاعلوا معاهم، وإن شاء الله حيكون مستقبل الاتحاد باهر بهذا الشيء. والشيء الثاني قناة اليوتيوب حقت نادي الاتحاد اللي أطلقت حديثا، أرجوكم تشتركوا فيها، أجورها من غير فلوس، بس يعني إن شاء الله مجتهدين، وكل ما زاد عدد المشاركين كل ما زاد دخل لنادي الاتحاد. طيب أعطونا الرابط نعرضه على الهواء بكرة ممكن؟ طيب نعرضه على الهواء، أنه المتابعين محبي الاتحاد كثرة المشاهدات يعني
دخل للنادي ولا لا؟ نعم كثرة المشاركة. طيب نعم. مشاهدينا الكرام متابعي برنامج كرة على قناة خليجية نودعكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 11:30 الموعد الثابت. متابعينا على اليوتيوب خلوكم معنا، حتطلع إشارة نهاية الحلقة، حنواصل على اليوتيوب نفتح مع الأستاذ عادل جمجوم بعض الملفات المهمة. مع السلامة.